استقبلت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة. وتناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري.